فاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. فاتحة ركن. الإمام هل يتحملها عن المأموم أو لا يتحملها؟ على مذهب أحمد يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية، يتحملها الإمام عن المأموم في السرية والجهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأنت سواء صليت صلاة سرية صلاة جهرية، الإمام يتحمل عنك الفاتحة. ودليل من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، ودليل أنه إذا جئت المسجد متأخرا والإمام يعني انتهى من الفاتحة وركع، خاصة خلينا نقول الثالثة أو الرابعة، جئت والإمام راكع، فهنا تركع وتعد لك ركعة. قالوا: طيب ما قرأت الفاتحة وهي ركن؟ قال: تحملها عنك الإمام، تحملها عنك الإمام. فعلى مذهب أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية. والقول الثاني في مذهب أحمد يتحملها في الجهرية فقط، في الجهرية فقط، أما في السرية يجب على المأموم أن يقرأ، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ في السرية. مذهب مالك قولان أيضا كمذهب أحمد، والشافعي هو الوحيد الذي يرى أن الإمام لا يتحمل على المأموم الفاتحة لا في السرية ولا في جهرية. لكن على كل حال نحن الآن ندرس مذهب أحمد رحمه الله تعالى، والمشهور في مذهب أحمد أن الإمام يتحمل على المأموم السرية والجهرية. نعم.